بتمام 9 صباحا يوميا بيطلع عليكم برنامج صباحنا غير على قناة الإخبارية السورية، المساحة الزمنية الممتدة لساعة وربع من الوقت تقريبا، واللي بترصد آخر الأخبار يوميا من سوريا والعالم. هالمساحة الزمنية بتضم حلقات خاصة بمضمونة من خلال التقارير والضيوف يلي بيرصدوا الفعاليات والمناسبات بسوريا. ضمن هالبانوراما حنرصد أهم الحلقات يلي مرت خلال عام 2017 ضمن البرنامج. البداية من الحلقة الخاصة بذكرى الانطلاقة للإخبارية السورية واللي بثت من استوديوهات الإخبارية بدروشا بعد ما طهرت المنطقة بفضل الجيش العربي السوري، وتميزت هي الحلقة بشهادات لكادر العمل اللي واكب الإخبارية من بدايتها وحتى اليوم. فكان تاريخ 27/6/2012 هو محاولة لاغتيال الصوت السوري بعملية إرهابية استهدفت المكان، لكن بقيت الأقلام مستمرة برصد الواقع. من هالمكان بنحييكم مشاهدينا، وبدي حييكي فرح، يسعد صباحك. صباح الخير لك سلمى، وصباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية اللي رح يترافقوا اليوم معنا برحلة عبر هذا المكان من دروشا، مقر الإخبارية السورية اللي شهد على الإرهاب. صباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية. لكل أم كانت العنوان الأسمى لتبقى سوريا عم تنبض بالحياة. ومثل كل عام بينفرد البرنامج بمساحة خاصة بعيد الأم، وحلقة هالسنة كانت مع أمهات وزوجات الشهداء يلي قدموا الغالي والنفيس للوطن سوريا. صباحنا غير اطلالته الخاصة بالمناسبات الدينية والاجتماعية من خلال المكان والمحتوى والصورة والمضمون. وعن هالمناسبة اطل البرنامج من قلب كنيسة الزيتون بعيد الفصح المجيد. المسيح قام، شكرا لوجودكم معنا اليوم. حقا قام، شكرا. اما هلا رح ننتقل لزميلتنا زينب مخلوف يلي عم ترصد توافد المؤمنين يلي عم يتوافدوا للكنيسة لحضور قداس عيد الفصح. صباح الخير زينب، وكل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير سالي، وسعد صباحك انت وسلمى ولكل مشاهدينا. فصح مبارك، وكل عام وانتم بألف خير، ان شاء الله قيامه مباركه طبعا بالنصر بسوريا على الارهاب. نحن تعلمنا وعلمنا ولدنا بعد. وبعيد العمال كان حاضر من احدى خلايا العمل اللي ما بتتوقف. صباحنا خير لليوم، واكيد غير من المخبز الالي بمشروع دمر، ولكل عمال سوريا كل عام وانتم بالف خير. كل عام وانت بخير نور. كل عام وانت بخير. يسعد صباحك صباح جميع مشاهدي الاخباريه السوريه. صباح الخير لكل العمال السوريين. اليوم بنطل بحلقه استثنائيه من برنامج صباحنا غير. حلقتنا خاصة اليوم مع الفريق السوري الفائز بالمرتبة الأولى في أول مسابقة إقليمية بالقانون الدولي الإنساني. وعن التميز والإبداع قدم البرنامج حلقة خاصة مع الفريق السوري المكون من طلاب الدراسات العليا بقسم القانون الدولي بكلية الحقوق بجامعة دمشق، واللي تنافسوا مع 6 فرق عربية ونالوا المرتبة الأولى بأول مسابقة إقليمية حول المحاكم السورية بتطبيق القانون الدولي الإنساني. يعني كنا على استعداد، يعني احنا في عنا رغبة بداية من وقت اتجهنا لدراسة القانون الدولي بمرحلة الدراسات العليا، في عنا يعني حب لهالاختصاص هذا، أول فرع من فروع القانون. كان عنا رغبة بأنه نحن نمثل بلدنا
اعتبرنا بأنه مجرد وجود سوريا ومشاركتها بهي المسابقة هو تمام. بحد ذاته تشريف وتكريم للبلد ومهم جدا بهالوضع اللي عم بتمر فيه البلد. نحن يعني وقتها خبرونا بهي المسابقة كتير انبسطنا وكتير كنا محمسين لأنه نطلع ونشارك ونجيب إن شاء الله نتيجة منيحة والحمد لله قدرنا نجيبها، لأنه كنا بحاجة لنقول إنه بعدنا نحن السوريين هون، بعدنا نحن قادرين إنه نفكر وبعدنا قادرين نتميز وبعدنا قادرين نطلع الأوائل مثل ما كنا وأحسن. خبرنا كيف كانت مراحل دراستك بهي السنة، هيك كيف حطيت إنه بدك تجيب هاي العلامة أو كنت حابب إنك تجيب علامة لسه أعلى من هاي؟ هلا انا بلشت درس من السنه الماضيه، من الصيفي الماضيه، حطيت هدف قدامي اني اجيب 3100. ورصد البرنامج تكريم المتفوقين بالشهاده الثانويه من ذوي الاحتياجات الخاصه. كل واحد اللي عنده هدف ما يتكلم ابدا. أكيد نحن متابعين معكم ومرجع منذكر مشاهدينا بهي الحلقة المميزة من الزبداني. وجنبا إلى جنب بكل انتصار بتوثقوا كاميرا الإخبارية السورية لأبطال الجيش العربي السوري، كنا متواجدين بأحد هالمناطق وتحديدا هالمرة من الزبداني بفضل أبطال الجيش العربي السوري لن ينال الإرهاب من أي ذرة تراب من تراب سوريا. أكيد سالي، ومثل ما سامعين أصوات القضاديس، هي هلأ عم تقام القضاديس، ولكن هلأ رح ننتقل مباشرة إلى زميلتنا ماتيلدا كربوز. هلأ عم يتجي تحضيرات لعمادة وهي سر الميرون، دلالة على الحياة الجديدة. ولأرواح أنبى البني البشر بعيدهم، بالسادس من أيار انفرد البرنامج بحلقة خاصة في عيد الشهداء. اليوم عم نطلع عليكم من هذا المكان المميز من صرح الجندي المجهول بهي الحلقة انطروا فقراتنا فاصل ونرجع. فينا نسمع منا مقطع من حضرتك معلوم اليوم؟ معلوم نسمع موال عتابة. يومي جنا يا مي جنا يا مي جنا. ولصباحنا غير اطلالته الخاصة بشهر رمضان المبارك وعيد الفطر وعيد الأضحى، وكان في للفن مساحة وللثقافة، وكمان أدخل المسابقات ضمن الحلقات الخاصة. مشاهدينا نحن وياكم رح نعيش دقائق مع شخصية تركت بصمة بتاريخنا العربي والإنساني، منتذكر كثير من تفاصيل هاي الشخصية، ومنترك لكم مهمة معرفة اسمه لشخصيتنا لليوم. معلوماتنا عن الشخصية بعد الفاصل. ولأبطال الجيش العربي السوري حماة الديار، كان إلنا بصباحنا غير حلقة خاصة حملت الكثير من القيم والمبادئ لهذا الجيش العقائدي. 73 عطتنا الرغبة والحب إنه نلبس هالبدلة ونتكرم فيها. توالت المناسبات والتغطيات، وقدم البرنامج حلقة خاصة بمواكبة مهرجان القلعة والوادي من حمص. لما القمر علي العينيك يلفي تاهب مدى سحر العيون المرهفي، ضل عشقي ما القلب دقاته إليك تتوقف الدقة اللي بقلبي بتوقف. ومن أبرز الأحداث يلي واكب البرنامج كان عودة معرض دمشق الدولي، حيث بث حلقاته الخاصة طيلة أيام المعرض من أرض المعارض، وحاول استعراض أهم الأقسام وإتاحة مساحة لعدد من المشاركين للحديث عن مشاركتهم. سوريا تنبض فعلاً بالحياة بوجود السوريين من كافة المحافظات والمدن السورية. ولصباحنا غير محطاته الخاصة بمناسبة مرور عام على تحرير حلب، حلقات تضمنت العديد من النشاطات والفعاليات ودخلت إلى صميم الشارع الحلبي، مقتطفات نتابعها معاً.
منظر الحلو هن عم يرجعوا يعملوا مرة تانية، وخصوصا هاي المدينة القديمة اللي إلها كتير عبق تاريخ وحضارة، وخصوصا بحلب. هاي القلعة قلعة حلب سلمى، أول ما أجينا على حلب كان عندنا شعور إنه قد في شموخ بهي القلعة اللي يمكن مر عليها من الغدر الزمان كتير وبقيت صامدة بصمود الحلبيين اللي هن لهم تاريخ بالصمود. ومثل ما قلنا يمكن سنة مرت يوم المشهد اختلف، عم نشوف يمكن هالإيدين اللي هي شكلت معادلة مع جيشنا العربي السوري البطل اللي أمن الأمان واللي أمن تحرير حلب من الإرهاب، يوم هالإيدين عم تبني وتعمر. ضيوف استثنائيين، يمكن نحن عم نغطي انتصار حلب كان لابد انه تستوقفنا حالة إنسانية لازم نرصدها، مثل ما عودناكم انه نكون دائما عين على الواقع ونبض الشارع السوري وصوته. معنا عائلة فقدت ابنها أحمد مصطو، هو طفل مصاب بمرض التوحد، خرج من 7 شهور وأهله لهلا ما بيعرفوا هو وين وجاري البحث لهلا. أكيد بواب كتير دقوها أهل هالطفل، بواب رسمية وغير رسمية، ونحن كإخبارية سورية منبر إعلامي وطني ومنحكي قضايا إنسانية مثل ما حلب فيها قضايا الصمود والتضحية، يمكن في كتير عائلات فقدت أولادها. اليوم معنا طبعا أهل هدول الطفل، هذا الطفل طبعاً وفاء معاز والدة الطفل المفقود، سيد فواز عجوز هو من أهل حلب اللي تبنوا الموضوع وساعدوهم من البداية، وأيضاً والد الطفل إبراهيم مصطو والد الطفل المفقود. نحن كأخبارية لازم نكون جنب نوصل رسالتهم، لهيك استضفناهم لليوم لحتى طبعاً نوصل الرسالة، وبلكي حدا يمكن بيسمعنا سلمى بيعرف شان هالطفل ممكن يتواصل معنا ومع أهل الطفل. يسعد صباحكم. طل الشهيد لاقيله يا أمه، طل بتوب جديد معطر بدمه، وملي الدنيا صغاريد وخلي الصبايا يلتمه. الليلة وليدك عريس، الليلة وليدي آني عريس، شباش لعريس الوطن، وين الصبايا يزغردن؟ وليش الماي، وليش الماي، شيلوا الماي لا تغسلونا على دمه خلونه، وليش الكفن، هذا الكفن شقونه، هاتوا العلم وبالعلم الغالي كفنونه، عريسنا الليلة ولدي على كتافكم شيلونه. يعني شكرا لكم يعطيكم العافية. يعني مع المواهب سلمى اللي نحنا طبعا لمسناها هلأ وأكيد شفناها ولمسنا أنه في ناس عم تحب تتعلم الحرف والخزف، في ناس عندها مواهب تانية تكون بآخر أيامنا بحلب، طبعا بمناسبة مرور عام على انتصار حلب وصلت للنهاية. إن شاء الله تكون عجبت كل العالم وكل المشاهدين الفقرات اللي قدمناها لليوم. اليوم حبينا نكون بالمواهب الصغيرة عم تتعلم لتكون شيء وتساهم ببناء مدينة حلب القديمة. شكرا لك سلمى. شكرا لك زينب، وشكرا أيضا لكل فريق العمل يلي رافقنا وللإعلام الوطني اللي كان متواجد. إن شاء الله يا رب نكون قدرنا نرصد ولو شوي، في كتير حكي ما انحكى بحلب وبتبقى حلب مشغولة بمية الذهب. شكرا كتير لكم ولكل مشاهدي الإخبارية السورية وبرنامج صباحنا غير، وأكيد الشكر الكبير لكل أهالي حلب يلي استقبلونا برحابة صدر كتير كبيرة ونقلولنا هذا الحب من خلال ابتساماتهم ومن خلال كلماتهم. شكرا كتير لكم وتبقوا بألف خير وباي باي. تستمر التغطيات والفعاليات بحلقات خاصة ضمن هالمساحة الزمنية اليومية يلي بيحاول كادر عمل متكامل إنه يكون مثل شعار الإخبارية السورية عين على الواقع، ويكون بنفس الوقت هو وجبة صباحية خفيفة على قلوبكم.